في تقرير خاص لوكالة أنباء البحرين تحت عنوان السيادة والحقوق الشرعية وحقائق تاريخية، أوضحت الوكالة أسباب إجراءاته الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين بحق دولة قطر. وسرد تقرير الوكالة الحقائق التاريخية التي تجاهلتها قطر بل وتماديها في نقض جميع تعهداتها واستقوائها بالخارج وإيوائها للجماعات الإرهابية. بعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، وبعد أن استقوت بقوى أجنبية وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة للدول المقاطعة، وذلك من أجل حماية أمنها واستقرارها. ومملكة البحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعب البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت وما تزال وستظل هي قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين. إن احترام الشرعية ما بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أيا كانت خلافاتنا البينية في عالمنا العربي أو في مجلس التعاون. بل إن مملكة البحرين تحملت ما لا يحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيا والموثقة دوليا، وشهودها ما زالوا أحياء من أجل النأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية. كما هو معروف تاريخيا أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي. وخسرت البحرين مرة أخرى جزءا آخر من كيانها السيادي في الخمسينات حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبرا وفقا للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت تلك الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالا، وتوسعت جنوبا من منطقة أم الشبرم التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت لها جزيرة حالول، فرسمت حدود قطر الجديدة وفقا للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية. ورغم أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنها حين اجتمع الأخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعادا عن المسائل الخلافية كي يقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراما لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية. ثم قدمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في أغسطس عام 1990 للنظر في مسألة احتلال الكويت، وحينها أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسألة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين أن تعرض جزءا من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت الشقيقة، أي أن مملكة البحرين قبلت أن لا تطلب بما لها، في حين أن قطر كانت في كل مرة تطالب بما ليس لها. ولم تكتف قطر بهذا التغول على الحق الشرعي للبحرين، بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن مملكة البحرين، فقدمت الدعم لكل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية في الاضطرابات التي حدثت في البحرين عام 2011، كما فعلت في كل الدول التي سادتها الفوضى وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بالربيع العربي.
سعياً لإسقاط الشرعية البحرينية. فتحت قطر الأبواب لأكثر من 59 إرهابياً تطالب بهم الدول المتضررة، وقامت بمنحهم الجنسية القطرية منعاً لتسليمهم، وهي اليوم تفتح المجال أمام تجنيس المزيد من الجماعات الإرهابية من مناطق الصراع المشتعلة، لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين من أجل إعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، ما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن ويقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب في المنطقة. أعلنت قطر عن تقوية التحالف الإيراني القطري، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وسلامة المياه الإقليمية، وتعطيلاً للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات التي تدعمها إيران كالحوثيين والقاعدة وسرايا الأشتر وغيرهم من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب. تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دوماً دولة داعية للسلم، لم تعتدي على أحد ولم تتجاوز حدودها، اكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها حتى سالت دماء شهدائها على أرضها وصعدت أرواحهم إلى بارئهم وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التي تدربهم إيران وتدعمهم قطر. وتلك ليست اتهامات تساق اعتباطا، بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين ومسجلة بمكالمات هاتفية.